فلذلك احنا عندك بشكل مفصل اكثر من قبل، وهذه المحاضره تعتبر الستارتنج بوينت اوف يور جوب نيكست يير. يعني انت هذا راح تاخذ الموضوع بشكل نظري، هو نفس اللي راح تطبقه بالعملي بالسنه القادمه. تمام؟ يمكن اكو جروب او جروب يعني ماخذين قدر بالعملي، شايفينهم بالقصه ايش راح يسوون سنه الدور. بس هذا اسمه نعيد، انت السنه القادمه في بدايه السنه يعني اول يوم او اول اسبوع في السنه راح تتفاجئ انه انت عندك مريض، راح تتعامل مع مريض. خلاص واضح؟ انت من عندك مريض الموضوع اختلف في العالم. تفضل. يا مرحلة. هو يلا. من راح يكون عندك مريض، انت المعلومات اللي اخذتها في السنين السابقة راح تبدي تحفظ. واحدة من أهم المعلومات هذه المحاضرة. واضح شلون؟ لذلك راح نعيد الكلام اللي قلناه سابقا بخصوص هذه المحاضرة. أول شيء خصوصا في مادة الجراحة، لازم نعرف أنه الأورال سيرجري أند ماكسيلار فيشيال سيرجري إز تو برانش نوت ون برانش. واضح؟ يعني الأورال سيرجري واحد والمجزلة فيشيال سيرجري واحد، بس احنا للسهولة لأنه اكو مشتركات كثيرة راح نحاول انه يكون يعني اختصاص واحد. واضح شلون؟ بس حقيقة يعني خصوصا بالعراق الأورال سيرجري يختلف تماما عن المجزلة فيشيال سيرجري. لذلك اكو بعض الدول ما تنطي شهادة المجزلة فيشيال سيرجري الا عندك دبل كواليفايد. شنو يعني دبل كواليفايد؟ يعني لازم عندك بكالوريوس في الطب والجراحه العامه وبكالوريوس في الطب والجراحه الفم والاسنان. يلا ينطوك مجزلة فيشيال سيرجري. بينما الاورال سيرجري لا، هو اختصاص خاص بالدنتستري، يعني واحد من اختصاصات الدنتستري. زين. كتعريف It is one of dental specialties dealing with management of disease injuries and defects of the human jaws and the skeletal structures. Oral and maxillofacial surgery form the connecting link between medical and dental specialties. ليش لازم يشتركون بالمكسيلوفيشال سيرجري؟ انه عندك the basic of medical science يلا تفضل. لانه انت راح تتعامل مع حياه وموت انسان. يلا بسرعة. فلازم أنت تكون ملم بكل التفاصيل الأمراض اللي تخص حياة الإنسان. زين. الآن أنا وصلت مرحلة أنه صار عندي مريض، راح أتعامل مباشرة مع مريض. شنو أول خطوات؟ المريض عنده مشكلة معينة، طبعا هو ما جاء انه ما عنده مشكلة، اكيد عنده مشكلة. شنو أول خطوات أسويها ويا المريض؟ الخطوة الأولى انه أنا الغاية من وجود المريض في الهيلث يونت، سواء كان مستشفى أو عيادة أو أي مكان، هو عنده فد مشكله معينه، مرض معين، يريد يوصل للتشخيص. تمام؟ ويريد يعرف طريقه العلاج. اذا الهدف مالتنا هو دايجنوستس اند تريتمنت بلان. تمام؟ شلون اوصل لهذا الهدف؟ شلون اوصل لذيس جولز دايجنوستس اند تريتمنت بلان؟ باي ذيس ستيبس. هذه الخطوات، لازم هذه الخطوات اعرفها بالتفاصيل وامشي عليها واحده واحده حتى اوصل للهدف مالي. تمام؟ الخطوه الاولى هي هيستوري تيكينج.
أو take of history of the patient. شنو يعني؟ أخذ تاريخ. يعني تاريخ المرض. تاريخ المرض. زين؟ أريد أفهم إنه هذا المريض شنو شكوى مالته؟ يعني ليش جاي هنا؟ الهستري تيكينج هي الخطوة الأولى. First step. شوف هذه الستيبس اللي توصلنا للدياجنوزز تقريبا 5 ستيبس نبدا من الهيستوري تيكينج كلينيكال اكزامينيشن انفستيجيشن بروفيجنال دياجنوزز ديفينيتيف دياجنوزز زين هيستوري تيكينج عرفنا شنو كلينيكال اكزامينيشن فحص يعني تمام فحص السريري Investigation. تحقيق. Clinical examination. فحص سريري. أخونا سريري. نعم. يعني direct from patient. تمام. Investigation شو يعني؟ تحقيق يعني تتأخذ معلومات منه. No. استكشاف. Investigation. الفحوصات المختبرية والإشعاعية. الفحوصات المختبرية يسميها investigation. تمام. يعني التحاليل والفحوصات والأشعة كلها تدخل ضمن Investigation. تمام؟ Provisional diagnosis. يلا عرفوا. Provisional diagnosis معناه تشخيص. ابتدائي أول. مبدئي أو أول. تشخيص مبدئي. تمام؟ Definitive diagnosis. نهائي. تشخيص نهائي. Definitive كلمة definitive معناه تشخيص نهائي. Treatment plan هي خطة العلاج. واضح طلاب هاي الخطوات؟ هاي الخطوات اللي راح تمشي عليها أنت. من يعني هذا الشخص هذا الشخص أعطوه من سنة جاية وهذا الشيء فراح تمشي على هذا الستيبس تمام زين إن أورال سيرجري براكتس كلينيشن إز أول كلينيشن يعني طبيب إز أوفن فيس ويز دايجنوسيس أوف ذا فالون كونديشن شو راح نشوف شو راح ممكن أول شيء facial pain, dental or non-facial pain. اثنين swellings like lump or mass. also swelling lump or function. طلاب الشيء ما تعرفوه هذا سهل عليك. lump. نعم. تورم معين. ulcers. شنو ulcers؟ تقرحات. injuries, dental or facial. TM joint problems. medically compromised patient and facial deformity. يعني تشوهات اللي لها علاقه بالوجه وال medically compromised patient. نرجع للهيستوري تيكينج. الهيستوري تيكينج يعني في عده خطوات هسه راح نشوفها بس قبلها اكو مصطلحات اثنين لازم نعرفها ونعرف معناها. symptoms and signs. signs and symptoms. مين يقول شو الفرق بينهم؟ ال السيمبتوم المعلومات ناخذها من المريض والساين نلاحظها احنا يعني علامات ظاهره يعني نقدر نلاحظها الساينز العلامات اللي نلاحظها والسيمبتومز من البيشنت يعني هو يشرح لنا اياها زين بعد شنو يقول شنو الفرق بين الساينز والسيمبتومز طيب اعراض
طيب والساينس اعراض مبينه علي انا ممتاز. اذا اكو اعراض اكو علامات واعراض ممكن اني اشوفها على المريض اكو علامات واعراض افهم كذا. بس عرفنا شو الفرق بين ساين اند سيمبتومز لان هاي الكلمتين راح وايد صادقة خصوصا بالامتحانات. زين ساين اند سيمبتومز شنو الفرق بيناتهم؟ قلنا الساينز هي العلامات اللي لاحظها الطبيب على المريض، بينما السيمبتومز العلامات او الاعراض اللي الاعراض بالضبط هي كلمة الاعراض اللي يحكيها الطبيب في المريض للطبيب. واضح؟ عفوا. لذلك نقول subjective problem بالنسبة للسيمبتومز بينما objective problem بالنسبة للساينز. يعني مثلا الالسرز swellings او الالسر هاي مرات المريض ما يشعر فيه اصلا ما يشوف. مثلا الالسر داخل المعدة شوف المريض ممكن ما يشوف صح؟ بس هو شو يقول لك؟ يقول لك انا عندي الم هنا. الالم شو نعتبره؟ ساين او سيمبتوم؟ سيمبتوم. واحد يرفع يده يس سيمبتوم. اكو واحد عنده غير رايي؟ اكو واحد عنده غير رايي؟ سيمبتوم كنا متفقين انه فين سيمبتوم. زين هي الالسر اذا انا شفتها يعني فتحت الاورال كافيتي وشفت اكو السر شو نسميه؟ ممتاز. اذا عرفنا شنو الفرق ما بين ساينز اند سيمبتوم وهذا المثال. The component of patient history. هسه راح نعرف منين تكون هذا الهيستوري اوف publication. أول نقطة طبعا انتم راح تشوفون السنة الجاية راح تكون عندكم اتصور شيء مطبوع شلون الورقة المطبوعة فيها هذه المعلومات انت مجرد تجهيز. يعني عن طريق الأسئلة مالتك أنت تمليه. فالجزء الأول من هذه الورقة اللي هي تعتبر history of patient هو personal history. personal data. إيش تشمل؟ من يعرف؟ نقول personal history yes. name ولا؟ name ولا address ولا occupation. تمام؟ زين. النقطة الثانية هسه طبعا راح نجي من التفاصيل. النقطة الثانية chief complaint. وركزوا على هاي الكلمة chief complaint. النقطة الثالثة history of present illness. طبعا هاي بالسبب يعني هاي خطوات steps ما اقدر اعبرها واحدة على واحدة. تمام؟ لازم اعرفها بالسبب. اذا personal history chief complaint history of present illness past dental history medical history and systemic review family history. بعد هنشوف الـ personal information. قلنا تشمل النام والسكس والايج. زين هسا واحد يقول انا ليش دا اعرف النام والسكس؟ ليش دا اساله؟ اول سؤال اساله انت شو اسمك؟ ليش اعرف الاسم؟ شو اسوي؟ من يعرف؟ يس تمام. يعني قصد شو communication between dentist and patient. بس أنا ممكن أقول سيد مستر. ممتاز. مرات يصير دي complication بالpatient. بعض الأحيان يصير دي complication. مثلا patient دخل بازو بيجر أتاك أو كوم. مو أنا حتى أنبهه حتى أقدر يعني أكون أتواصل وياه في حالة الإغماء مثلا لازم انادي باسمه. تمام؟ فلازم عندي اسم المريض انا اعرفه حتى اذا صار عندي complication اقدر اتصرف مع المريض. تمام؟ هاي واحدة. اثنين لغرض الاحصاء، يعني احنا كل
مستشفى أو عيادة أو مركز صحي، هو عنده وحدة إحصاء حتى نعرف تاريخ المرض المعين. يعني هذا المريض لازم الاسم، تمام؟ لازم عندي اسم المريض. هاي واحدة. الأيج، ليش أعرف الأيج؟ يس، هاي ليش؟ تقوى تقول أقرب لها علاقة بالأيج، صح الكلام هذا ولا غلط؟ مثل ايش؟ أيوة. زين، بعد الأيج شنو يعكس؟ بعد يعني أنا من المريض يقول لي أنا عمري 40 سنة، مثل ما يقول لي أنا عمري 18 سنة؟ أكيد يختلف. لأنه يعني يجي ببالي إنه هذا الفيش يطلع 40 سنة ممكن يكون دير، ممكن يكون عنده مرض ديابتس مثلاً، سكر، أو عنده هايبرتنشن، تمام؟ أو ممكن عنده أني مثلاً هارت بروبلم. بينما 18 سنة ما تجي ببالي هيك أمور إلا إذا أسأله هو يقول. واضح؟ يعني إحنا هسه مباشرة المريض أقول له جد عمرك؟ يقول لي 50 سنة. رأس السؤال الثاني يقول سكر، غلط صح ولا غلط؟ مو؟ بينما ب 18 سنة ما سأل هذا السؤال. فإذا اكو ديسيز ريليتد تو ايج. واضح؟ زين. سكس، ليش أعرف إنه ميل أو فيميل؟ أكيد اكو ديسيز ريليتد تو ميل أند ديسيز ريليتد تو فيميل. زين. أوكيوبيشن، occupation شنو؟ ليش ده بيشتغل ولا كده؟ اوكي، يعني ممكن نسوي له ريفيو انه هذا البيشنت educated or non educated، تمام؟ بعد صح. يس. ممكن يس. ممكن هو شغله طبيعة الشغل هي تسبب هذا المرض، مثل ايش؟ مثلا اشتغل بمصنع. اليوم اجانا واحد ذا سي اي اوف بارانيزال ساينس، بالمكزيلري ساينس، يعني سوالي اخذت بايوبسي طلع سي اي. زين؟ اجيت اقول له شنو تشتغل؟ انا اول شيء اجى ببالي انه هو يشتغل صبغ مال الاخشاب، صبغ الاخشاب. من هاي هيروكنت ماتيريال فور مكزيلري ساينس، ممكن تسوي لنا زي فعلا قال لي عليك بروتوكول ورك شوب. شوفوا الاوكيوبيشن لها علاقه بالديسيز مرات، تمام؟ زين، مثلا عمال المناجم، بدنا نحكي اوفر ذا وورد، يعني عمال المناجم ايضا يعني مصانع probability of سي اي، تمام؟ جماعه يشتغلون بالمستشفيات أصلاً، بالوحدة الأشعة مثلاً، أيضاً دول معرضين. واضح؟ أكو ناس معرضين للإنفكشن، مثلاً يشتغلون في وحدة الديلزة، يعني داخل المستشفى في وحدة الديلزة مثلاً، معرضين للإنفكشن أكثر من ذلك. وهكذا، يعني الإنفكشن لها علاقة بعض الأحيان بالديسيز أوف ذي سبيشال. زين، مع شنو عندنا؟ ادرس، شنو علاقة الادرس؟ شلون يصير؟ ممكن، ممكن، تمام. بعد يعطيك ريفيو الادرس على شنو يعطيك ريفيو؟ على البيئة. يس، ممكن يعني البيئة اللي عايش فيها تعرفها شنو هي. زين، عرفت اشرح فيه. يعني يعني مثلا اليوم جانا طفل، مو طفل يعني تينيج، تروما وانكونشس، تروما وانكونشس، وجايبه شخص معين يعني مو اهله مو ذوي، تمام؟ فمن سالنا انه منين جابه؟ قال من رورال اريا. شفنا التروما، تروما ميبي مال يعني شلون انيمال بايت،
animal body. تمام؟ فشوفوا الادرس انطانا فكره انه ممكن هذا يكون animal body او hit by animal مثلا. واضح شلون؟ او مثل ما قالت زينة ممكن انه مرض معين ينتشر في منطقه معينه. تمام؟ infection, viral infection maybe. فالادرس ممكن يعطينا فكره عن نوع الديسيز الموجود. هاي كلها نسميها personal information. زين. الخطوة الثانية هذه المهمة، هسه من بعد ما ملينا طبعا احنا حكينا تفاصيل شفتوها طويلة بس انتم ما تملوها ثلاث ثواني يعني. والاسم والايج والسيف، انت بس تمليها تمام؟ ثلاث دقيقة ممكن تخلصها personal information. الجزء الثاني طبعا هي ستوري هذه، فلذلك احنا لازم كنا بالتدريج بالستبس. فانت المريض قاعد امامك الان واول شيء انت اخذت البيرسونال انفورميشن تمام؟ السؤال الثاني مباشره راح يكون هو تشيف كومبلين. شنو هذا تشيف كومبلين؟ من يعرف؟ ممتاز، هذا السبب الرئيسي المين كوز اوف ذا بيشنت كم تو ذا اور كلينيك. تمام؟ شلون اكتبه هذا؟ شلون نكتب؟ نعم؟ اعتمادا على كلمات البيشنت نفسه. ممتاز، نقطة كلش مهمة بالتشيف كومبلين، ويعني هواية من الأطباء يقولون هاي المشكلة. التشيف كومبلين الكتبة يسموه اون وورد، اون وورد اور اون فيرباتم، يعني شو يقول المريض نكتب حتى إذا ما له علاقة، حتى إذا أنا أحس ما له علاقة بالمرض، بس شنو يقول؟ نكتب. واضح؟ يعني باللفظ، لا ازود كلمه ولا انقص كلمه. شنو قال لي؟ اكتب. واضح شلون؟ حتى اذا انا احس انه الموضوع ما له علاقه بالموضوع. يعني مثلا واحد تروما بالفيس يقول لي رجلي توجعني، يقول له ما يخالف اكتب. واضح شلون؟ هذا هو تشيف كومبلين. اذا التشيف كومبلين از يوجوالي ذا ريزن اوف ذا بيشنت فيزيت، السبب الرئيسي لزياره المريض. Chief complaint is the best stated in the patient own word. Own words. يعني حرفيا. In a brief summary of the problems. Example: pain, swelling, ulcer, paresthesia, and all that. ومهما يعني كانت القصة مع chief complaint طويلة، يعني نقولها لسببين. أولا حتى أكون يعني honest مع the patient. حتى اعرف كل تفاصيل المرض. اثنين يعني لوجيكلي، يعني شلون واحد يحمي نفسه. واضح؟ لانه بعدين لا سمح الله اذا صارت مشكله معينه مو المريض يدعي عليك بعدين يقول انا قلت له فلان شيء وما سواه. فانت تقول له لا هذا الشيء كومبليت ما قلت له على فلان. واضح شلون؟ زين. عرفنا شنو تشيف كومبلين؟ ريست اوف بريزنت ايلنس، هسه راح يبدي شغلنا الان. راح يبدي شغلنا. هذا راح نبدي ناخذ تاريخ المشكله نفسها. يعني المشكله اللي يعاني منها المريض مو بالتشيف كومبلين مثلا، قال انا عندي الم مثلا. هسه بعد وين راح يكون الترتيب؟ الالم البين. قال عندي سوالك، التركيز راح يكون على السوالك. فهذه الاسئله اللي قدامنا اللي نشوفها هاي الاربع نقاط وبعد راح نكملها هي نسميها هيستوري اوف برزنت ايلنس. مثلا duration. شنو يعني duration؟ بس احنا خلينا ناخذ مثال البين وعلى اساس نطبق هاي القواعد. نقول duration شنو يعني؟ فترة الزمنية. فترة الألم نقول على البين. duration of pain يعني
لا يعني هل هو ألم مستمر أو متقطع مثلا؟ هذا نسميه duration. الـ onset of pain شنو يعني؟ هذا شو وقت بدأ؟ date of onset. واضح؟ الـ duration هل هو مثلا يعني حاليا أنت عندك ألم، هل هو مستمر؟ هل هو at night, at morning؟ تمام؟ هذا نسميه duration. يعني daily أو مثلا مرة بالأسبوع، مرة بالشهر، شو وقت يصير؟ هذا شو نسميه duration. onset of pain هو يعني شو وقت بدأ؟ date of onset. تمام؟ زين. precipitating and predisposing factors. من يعرف شو معناها؟ نعم. امتى يصير؟ لا حرام ضد الجسم. كلمة predisposing factor من يعرف؟ يس. تأثر أو تسوي ممكن تسوي صح. العوامل اللي ممكن تنتج هذا البين، تنتج هذا الألم، تنتج هذا المرض نسميها predisposing factor. يعني خلي ناخذ مثال بسيط. لا مو مثلا يس هذا يحسس بالعذاب؟ لا لا بعدين راح predisposing factor مثلا واحد ديلر او مو ديلر هو غير مشخص بس ياكل سكريات هواية ممكن شو يصير؟ ممكن يصير ديان صح؟ فهذا السكريات انا اعتبرها predisposing factor للديان. واضح شلون؟ مهدات مثلا شخص يتعامل او هو العمل مالته مثل هذا المثال اللي قلناه، العمل مالته له علاقه بالريسبيراتوري سيستم مو؟ مثلا دول اللي يشتغلون بنشارة الخشب او يشتغلون بالاصباغ او يشتغلون بشغلات متطايره زين وما يلبس كمام مثلا، هذه العوامل نسميها predisposing factor للمرض اللي ممكن يصير infection CIH. واضح شنو predisposing factor؟ الهوت ممكن يصير لنا predisposing factor للبين، هوت كولد سويت تمام مثلا. شايفين مثلا واحد من ياكل شوكليته اسنانه تكون توجع مو اقوى شيء، هذا يسميه predisposing factor. زين الكاركتريستيك اوف بين هذه مهمه، صفات الالم، صفات الالم. احنا بدنا ناخذ مثال على البين بس هي هاي النقاط تنطبق على كل الديزيز. كاركتريستيك اوف بين شوف ايش تشمل. Nature شنو يعني nature؟ nature of pain مثلا continuous, intermittent, stopping شنو يعني stopping؟ ها؟ نقول هذا stopping pain thing شنو يعني؟ شو بعرف؟ متقطع. وضح لي انت مفتهم انا ما يترجم حرفيا. متقطع. اعرف stopping يعني ها؟ متقطع يعني. ها؟ متقطع يعني يروح. لا intermittent معناه متقطع. stopping pain شنو يعني؟ يعني شو شايف مريض يجي يقول لك الالم ماكي بنفس الشيء تمام؟ هذا نسميه stopping pain. من ينطيني مثال على stopping pain؟ تصور حكي احد احد عنده مثال؟ مثلا pain of trigeminal neuralgia يسموه stopping pain. تعرفون شنو كاريمان نيوراجي؟ ها؟ يعني التهاب العصب الخامس كاريمان نيوراجي. هذا البين مالته الكاركتر اوف بين او النيتشر اوف بين يسميه ستوبينج بين. لذلك انا شلون اشخص النيوراجي؟ عن طريق هاي الكلمه، عن طريق هاي الكلمه. هو البيشنت يقول لك
يقول لك البين مالتي يعني النيتشر مالته ستابينج بين تمام؟ او مرات يقول الكتريكال لايت بين يعني مثل الكهرباء البين مثل الكهرباء يجي زين؟ زين سيفيرتي واضح مو؟ هل البين انه مايل سيفير يعني الم قوي الم خفيف تمام؟ بعد لوكيشن طبعا مكان الالم وين؟ بعد راديشن هاي كلمة مهمة راديشن اوف بين شنو تعني؟ يا طلاب انا اعطيكم حكي قديم بقول لك انه هذا من يقول هذا راديشن بين شنو يعني؟ ها؟ لا فكر يعني يس يعني مرات مثلا عنده الم بالماكزيلا بس هو يشعر به بالماند ممتاز radiating pain هو pain اللي away from the cause يعني مثلا انتم تعرفون الانجاينا جماعه الذبحه وين يحس الالم؟ بيد اليسار شنو علاقه الجلد؟ تمام هذا يسمى radiating pain مثلا انتم ناصبهم acute palpitis of lower six مو؟ يقول لك دكتور حتى يعني رقبتي كلها توجعني يدي اليمنى كلها توجعني جزء ما يقول لك ثاني سنين يوجعني اصلا اي درجه فهذا البين نسميه شنو؟ نسميه radiating pain واضح طلاب؟ واضح؟ عرفتوا شنو radiating pain؟ مثلا اي مريض هسه يجي طبيب الباطنيه يقول له دكتور يدي اليسرى توجعني شي شد ممكن هارت بروب صحيح؟ يعني ما يجي يقول هذا مثلا مضروب على ايده او ايده بيها مشكله فيروح ليش؟ لانه يعرف الهارت بروبلم ممكن يسمينا راديتيك بين تدري ليش؟ اه عرفنا شنو؟ راديتيك بين زين اجرافيتيك فاكتور شنو يعني؟ يقولون ما خيار محاضرة وين؟ لا تقولون ما خيار هسا كنا الطلاب تقولون ما قاري أنا ضيع على صفحة. أقرب بيت يفكر شنو يعني؟ يعني العوامل اللي تزود المشكلة اللي تزود المشكلة يعني مثلا واحد عنده أكيد بالبايتس التهاب عصب السن مو من ياكل سويت مثلا زود المشكلة لا تقل زود يصير عنده مثلا يشرب شيء حار زود لا تقل زود المشكلة صح؟ فش نسميها؟ aggravating factor نفسه أبو الأكيوت بالبايتس أبو الأكيوت بالبايتس ركز على كده نفسه إذا شرب شيء بارد شو يصير بالبين؟ هم نفسه يصير ها؟ ريليف اوف بين يس عكس فشو نسمي هذا؟ ريليف اوف بين ممتاز فاذا مهم اعرف المريض من يجي لك انت بتعرف هذا اكيوت بلايتس لو كرونيك احنا بدنا نعطي امثله طلاب بدنا نعطي امثله بس انت هذا الكلام راح تطبقه على كل الديسيز مثلا يجيك مريض يقول لك دكتور انا البارحه ما انا كل الصبح من الم سني كل الصبح بس من اشرب شيء بارد يروح لذلك تشوفه جاي بالبطل مال المي مالته وبيها فشو يجي بالك؟ يجي بالك اكيد بالبايتس ليش؟ لانه الاكيد بالبايتس ريليفينج باي كولد بينما اجرفيتنج باي شنو؟ باي هوت اند سويت واضح هسه شنو الاجرفيتنج فاكتور والريليفينج فاكتور زين هسه شيتن constitutional symptoms and signs طبعا العلامات وال signs and symptoms related to the problem هاي كلها نسميها character of pain مثلا او character of lung character of mass character of ulcer يعني كلها ضمن نقطة الكاركتر تمام بعد تكملة الهيستوري اوف بريزنت قلنا
الثيرابي، الثيرابي شنو يعني؟ هل المريض ياخذ ادويه معينه؟ هل انه هذه الادويه مؤثره على المشكله مالته ولا لا؟ مثلا يجي مريض يقول لك دكتور انا عندي الم، عندي الم في سن، بس من اخذ هذا العلاج مالك الضغط يصير زين مثلا، تمام؟ او يقول من اخذ من ستيرويد او انتي انفلاماتوري دراج اشعر بتحسن، او يقول لا يعني اخذت علاجات الدنيا كلها ما صارت زين، فلازم هذه اسجل المعلومات بالثيرابي، يعني اكتب انه هذا المريض ياخذ فلان علاج والعلاج هذا مؤثر او غير مؤثر على المشكله. واضح؟ زين. هذا انفورميشن طبعا لو عندي معلومات ثانيه ممكن اسجلها بال هيستري او بريزنت تمس. هيستري او بريزنت تمس هو شغل لازم نعرفه بالتفاصيل. ماشي؟ هسه راح ناخذ تطبيق بسيط على البين. احنا حكينا بالتطبيق في الهيستري او بريزنت تمس على البين، بس راح ناخذه بالتطبيق. زين؟ نبدي من الديوريشن مو؟ وقلنا شنو الديوريشن؟ شنو يعني الديوريشن؟ الفترة الزمنية. هاي كيف؟ الكورد ذا لينث اوف ذا بين. لينث اوف ذا بين. تمام؟ سايت او الاونست. موقع ممكن يقول لك ممكن هو غصب على الشغلة، غصب على ممكن يشتغل لك على السايت او البين. يقول لك هذا المقام الالف. تمام؟ انا اسميه الاونست او سايت او البين. زين. اكو راديشن، اذا اكو راديشن اوف بين او لا عرفنا شنو راديشن بين. تمام. كاركترستيك اوف بين، شوف هاي الكلمات هاي بالازرق هاي كلش مهمه حتى تعرف. The pain may be described as، هسه وين بدنا نحكي احنا كاركترستيك اوف بين؟ شارب، شنو يعني شارب؟ حاد. حاد جدا، سيفير. قوي يعني. قوي، الم قوي. دوب هذا دوب بين. دوب بين يعني خفيف. نقول هذا بيشنت عنده دوب بين، شنو يعني؟ اي يلا عنده معلومه يقول اعتذر. دوب بين معناه الم غير محدد، الم خفيف غير محدد. واضح؟ دوب بين معناه الم بسيط مو قوي، عكس الشارب وعكس السفير، وغير محدد المكان. يعني يقول لك عندي احس شيء نازل، يعني هيك مثل الم بسيط، يعني يجي بالليل ويروح مرات، هذا نسميه دوب بين. ماشي؟ throbbing شنو يعني؟ throbbing pain، throbbing pain. انفصال. بالنسبة throbbing. للنبض. يس. ألم نابض هذا يسمى. ألم نابض، تمام؟ throbbing pain معناه ألم نابض. زين. excruciating and lancinating pain شنو يعني؟ معناها ما تعرف صعب عليهم، معناه انه يقول من الالم احس بشيء دايما يطلع من مكانه، تمام؟ احس بشيء دايما ينفصل، دايما يطلع من مكانه من الالم. ها؟ قوي بحيث يقول احس الالم تشي يطلع من مكانه. زين مايلد، مايلد يعني عكس السفير، تمام؟ كونتينيوس، انترميتنت، منطلق، متقطع. خلينا نشوف، خلينا نطبق هذا الكلام على الاكيد بالبايتس. انتم عرفتوا شنو الاكيد بالبايتس؟ ما في هاي المصطلح ولا؟
أكيد بالبايت. كلمة أكيد شو معنى؟ نعم. حال أو وقتي يعني حالة. كرونيك شنو يعني؟ مزمن. مزمن. أكو فرق بين بالبايت شنو يعني؟ التهاب البلط. بلط. ملتهب. أو inflammation of bulb. inflammation of bulb. عندنا two type of inflammation of bulb. acute or chronic. الأكيوت يعني حاد وهسه صاير صار يوم أو يومين تمام، بينما كرونيك جبير قديم. زين البين مال الأكيوت بالبايتس يختلف عن البين مال كرونيك بالبايتس؟ أريد واحد يجاوب. من يقول يختلف ولا يقول إن شاء الله يختلف؟ يس يختلف. شنو يختلف؟ نجي نقطة نقطة. severity أو the duration. duration of pain يختلف الأكيوت عن الكرونيك؟ duration شلون يختلف؟ الكرونيك مزمن من اسمه. chronic pain يعني pain مستمر، بينما بالأكيوت بالبايتس لا، ممكن وقت ويروح. زين severity of pain الأكيوت severe pain، بينما الكرونيك هذا المصطلح شنو؟ mild تمام mild pain، بينما الأكيوت severe pain. زين مرات الكرونيك بالبايتس يعني يسمون non localized pain، يعني ما يقدر المريض ما يقدر يقول لك وين مكان. مرات يصير dull pain تمام. بعد بس هذا الأكيوت بالبايتس خلينا نشوف شاب أند سيفير تمام. بالنسبة للأبسس شوف هاي أمثلة مهمة حتى توضح لك الفكرة. الأبسس أبسس يعني شنو؟ خراج. خراج متجمع منطقة معينة بالجو، باللور جو أو بالأفر جو. البين مالته دائما يكون دال، نسميه دال بين. مبهم. دال اند ديستروبي. تمام؟ اند سيفير اند توث تندر، شوف هاي الكلمة. توث تندر، شنو يعني توث تندر؟ نعم. من نقول يعني المنطقة هاي تندرنس، شنو المعنى؟ تندر اتجاه يعني لا منطقة قريبة لا تندر محدد يعني معناته أي مكان أي مكان بالجسم مو يعني مو شرط الطول أي مكان من يصير البين بالطرف بالطرق واضح؟ بالطرق نسميها تندر، لأن إحنا عندنا وحدة في المحاضرة الثانية راح نأخذ وحدة من طرق الفحص من طرق الإكزامينيشن هو شنو؟ التركيشن. تعرفون شنو التركيشن؟ التركيشن يعني فرق. زين؟ فالطرق هذا كلش مهم سواء عندنا بالدنتسري أو بأذر ديزيز بالجراحة بشكل عام كلش مهم الطرق التركيشن. فمن إذا الكيس أصلاً عند أبسس تحت اللور سيكس مثلاً أبسس وين؟ تحت اللور سيكس من أجي أسوي له بيركيشن شنو أقول هذا التوث تندر واضح طلاب؟ واحد ما فهم؟ مثلاً عندي أبسس بالأبدومن أبسس بالأبدومن بس أريد أعرف مكانها بالضبط ما أعرف فأسوي الفحص مالتي بالطرق أبدي أقسم الأبدومين إلى 6 أقسام وأبدي أسوي الطرق مالتي تمام؟ من أوصل منطقة الأبسس راح يكون تندرنس هنا راح يكون البين يعني بالطرق يصير البين فنسميه شنو هذا؟
نسميه تندر. أحد ما فهم شو تندر؟ توث تندر. زين. بينما صفات الألم، صفات الألم بالسانوسايتس يعني التهاب الجيوب الأنفية، البين is dull, throbbing and continuous. حتى شنو نفرق ما بين البين بالأكيبروبايتس والكرونيكوبايتس وبالأبسس والسانوسايتس. Time of pain. ممكن pain with time ممكن يصير relief، بينما أقول نوع من pain لا، with time so more worse. تمام؟ هذا اللي حكينا عليه، فكر aggravating factor and relieving factor، كذلك الـ drugs اللي ممكن تسوي relief للـ pain. تمام؟ The presence of other symptoms طبعا نشوف اذا اكو علامات ثانيه مثل ايش. هسه احنا بدنا نحكي على البين، هل البين مصاحب مثلا لباراسيزيا ويا خدر، اكو تندرنس بمكان معين، زين احنا كلها الامور لازم نذكرها. مثلا خلينا نشوف هذا، يقول the patient says that the pain started for 2 days then the swelling appeared after that or discharge sinus appear. Swelling then paresthesia of the lower lip. هذا مثال معين نعطيه. يقول لك اجى مريض قال انا عندي الم صار له يومين فقط، بعدين صار swelling، بعدين صار باراسيزيا اوف ليب. شنو باراسيزيا؟ خدر. خدر اوف سنسيشن اوف ليب اوف لور ليب. شنو يجيب لنا هنا؟ بعدين صار سوالينج. سوالينج يعني شنو؟ طوارئ. شنو يجيب لنا؟ ننتقل. بعدين صار ديسشارج. عرفتوا شنو ديسشارج؟ لا لا ديسشارج شنو يعني؟ اختفى. بس ديسشارج يعني بس ده يطلع، ده يطلع. زين؟ ديسشارج معناه ده يطلع. بس يعني مثلا نفتح المكان نشوفه بس ده يطلع بالإكزامينيشن. نسميه بس ديسشارج. فالمصطلحات ما تعرفوها صاحب الموضوع راح يصير عارف. يعني مصطلحاتها لما تعرفوها حتى تقرا بسيط. يعني المحاضره لازم تكتب 4 ساعات ما تخلص، يعني كل كلمه لازم تعرفها. زين. هذا مثال ثاني أهم بالمحاضرة وحتى تسهل عملية القراءة عليكم. احنا أخذنا البين اللامفورماس، هذا أيضا تطبيق كامل على اللامفورماس. زين طلاب، يعني نفس الأسئلة راح نطبقها على واحد عنده لامف، نفس نجيب السبب من الديوريشن والأونست أوف بين الكاركتر اوف بين والريليفينج فاكتور والبريفيتنج فاكتور الى اخره. ورا ما كملنا هيستوري اوف بريزنت ايلنس راح يكون عندنا فد تصور معين يسموه بروفيجنال دايجنوزيس. شنو يعني؟ تشخيص أول أو مبدئي، تشخيص مبدئي. شو وقت أوصل للديفينيتيف دايجنوسيس؟ من بعد ما أسوي شنو؟ التحاليل. التحاليل والفحوصات والأشعاعات. أنا لحد الآن ما مسوي تحاليل وفحوصات. تمام؟
بعدها بالمحاضرة الثانية راح نحكي على الانفستيجيشنز تمام والديفينيتيف دايجنوستس اند تريتمنت بلان. هسه لحد الان احنا وصلنا بالستوري مالتنا الى بروفيشنال دايجنوستس. واضح طلاب؟ احد المثال هنا اكو كلمه ما عرفتوها شنو؟ المحاضرة كلها مصطلحات لازم تعرفها يعني. اكو احد عنده سؤال؟